الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، نظرا لوجود حرج كبير جدا من بعض الأخوة والأخوات في كتابة أحلامهم، واللي بتكون خاصة بتفسير أحلام الزنا في المنام وإجابة على كل التساؤلات الخاصة بالرؤية دي، رؤية الزنا في المنام وزنا الرجل بمحارمه، وحلم زنا المطلقة، وحلم زنا المرأة المتزوجة، وحلم زنا الرجل المتزوج، كل ده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وأكتر هنعرفه. فقط رجاء الاشتراك في القناة وتابعونا، مشكورين. يلا بينا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تفسير حلم ورؤية الزنا في المنام عند العلامة ابن سيرين. قال: الزنا في المنام إن كان بامرأة رجل معروف دل ذلك على طمع في هذا الرجل، قد يكون منصب أو قد يكون مال. وقال أيضا: من رأى أنه يزني من امرأة معروفة شديدة الجمال دل ذلك على منافع كثيرة جدا تعود على صاحب الرؤية من هذه المرأة، وإن كان هذا الرجل طالب علم دل ذلك على تفقهه الشديد جدا في العلم، وإن كان تاجرا دل ذلك على بركة ومكسب كبير في تجارته. ومن رأى أن هناك امرأة تراوده على الوقوع في الزنا، وإن كان تاجرا دل ذلك على مكسب حرام، وإن كان طالب علم دل ذلك على اشتغاله بالمتشابهات وبأمور في العلم من شأنها إحداث الفتن والبلبلة. وإن رأى هذا الرجل إنه ينام مع زوجة غير زوجته وزوجها على علم بذلك بدون زنا، ده معناه إيه؟ ده معناه شدة الثقة الكبيرة جدا ما بين صاحب الرؤية وزوج هذه المرأة. وقال أيضا العلامة ابن سيرين: من رأى أنه يزني بامرأة جميلة جدا وبعد ذلك أقيم عليه الحد، إن كان تاجرا ربحت تجارته، وإن كان سلطانا وأميرا قوي سلطانه، وإن كان من أهل الولاية ارتقى وارتقى وارتقى، وإن كان طالب علم وفقه الله تبارك وتعالى. أما رؤية الزنا وتفسير حلم الزنا عند ابن شاهين، قال: ربما دل الزنا على الخيانة، ومن رأى إنه جامع زوجة جاره فلا خير فيه أبدا، ومن رأى إنه يجامع أحد محارمه فإنه قليل المحبة والشفاعة لمن فعل بها هذا، وإن كانت ميتة يعني فعل زنا المحارم ولكن مع مرأة ميتة، إشارة إلى وجود هم ومصيبة كبيرة جدا ستقع على صاحب الرؤية. أما من رأى إنه ينكح زانية، يعني يزني مع امرأة معروف عنها أصلا إنها زانية، إن كان من طلاب الدنيا أصاب مالا حراما، وإن كان من أهل الخير والصلاح أصابه علما وبركة، والنكاح دليل على بلوغ المراد لكل من رأى من دين ودنيا. أما رؤية الزنا في الدبر، معناها إن كان تاجرا دل ذلك على عدم إجادته للتجارة، يعني مش تاجر كويس. ليه؟ لأن النكاح في الدبر عزكم الله هو عمل شيء في غير مكانه الصحيح، يعني هو بيقعد يخطط ويدرس كويس جدا من وجهة نظره، ولكن في الواقع الأمر كله خطأ في خطأ، ولا يعود عليه إلا بالخسارة في تجارته. خلاصة القول أن رؤية الزنا وتفسير حلم الزنا إما خير كثير أو شر كبير، ويتوقف هذا على حال الرأي وعلى تفاصيل كبيرة جدا بتكون موجودة في الحلم، وكل حلم وكل تفسير بيختلف من شخص إلى آخر. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.